بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي اطمأن على جاهزيه جميع اللعيبه قبل مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي واللي هتتلعب يوم الاحد اللي جاي في المغرب. وفريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي في الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي الزمالك رفع رصيده ل 53 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 في المركز السابع. مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي طالب لجنة الحكام بإسناد مباريات الإسماعيلي القادمة في بطولة الدوري لحكام أجانب. فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي توج ببطولة الدوري بعد الفوز على أنبي بنتيجة 3-1 في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية اللي أقيمت امبارح على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كمان توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة 3-2 في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية. رابطة اللاعبين المحترفين PSA لسكواش اختارت الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني كأفضل لاعبين في شهر مايو الماضي، وده بعد تتويجهم ببطولة العالم للسكواش، حيث حصدت نور الشربيني لقبها السابع بينما توج علي فرج باللقب الرابع. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش أعلنت PSA أعلن التصنيف العالمي الجديد للاعبين، وتقدم البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة لصدارة التصنيف العالمي، ونجح علي فرج منذ عودته من الإصابة في التتويج بأربع ألقاب متتالية. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات، وأحرزت طبعا نوران جوهر لاعبة وادي دجلة صدارة تصنيف السيدات من نور الشربيني لاعبة سبورتينج، وده بعد تتويج نوران مؤخرا ببطولة الجونة الدولية للسيدات. النجمة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم 2022-2023. المنتخب الإسباني قرر خوض مواجهة ودية أمام المنتخب البرازيلي في مارس 2024، وده لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم. وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن المنتخب الإسباني هيلعب مباراة ودية أمام نظيره منتخب البرازيل في شهر مارس السنة اللي جاية، وده على أحد الملاعب الإسبانية تحت شعار بشرة واحدة، وهي رسالة ضد العنصرية. نادي بروسيا دورتموند الألماني أعلن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب رامي بن سبعيني لمدة 4 مواسم، وذكر النادي أنه تعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع بروسيا مونشنغلادباخ. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد ومنا. شكرا ليك يا لميا.